الو كابتن شوشة معايا؟ يا فندم اتفضل. اخبار حضرتك يا كابتن؟ الحمد لله والله كله تمام. امرني يا باشا. والله يا كابتن انا كان معايا الواد ابني محمود، كل يوم واحنا على ترابيزه السفره اقول له يا حبيبي يلا تعالى ناكل مع بعض، يلا يا حبيبي لما جميل الاكل جميل. مفيش، انا اكلت بره يا بابا. ابدا، كل يوم يرجع من بره انا واكل بره يا بابا، ما تستنونيش. لغايه ما الموضوع اتطور يا كابتن واحنا حرفيا لسه راجعين دلوقتي من المستشفى، الواد طول الليل مش قادر، بطني مش قادر. بنسال الدكتور ماله يا دكتور، قال لك عنده قرحه في المعده. طب القرحه دي جت من ايه؟ جت من جرثومه المعده. فبنسال حضرتك يا كابتن ايه يعني اعراض القرحه، وايه القرحه دي اصلا، وايه الجرثومه دي، والحاجات دي يعني بسبب ايه منك يا فاست فود انت يا كلب، جرثومه وقرحه. طب بص بقى يا ابو محمود، والله يا ابو محمود الموضوع خطير تمام، بس مش عايزك تقلق نفسك لان الموضوع لو اتحل هيظبط تمام، فما تقلقش نفسك ان شاء الله. القرحه يا ابو محمود هي بص هو مرض تمام ناتج عن الناس اللي عندها جرثومه في المعده. حلو. الجرثومه دي بقى ليها يعني حاجه من حاجتين بسببها جت تمام. السبب الاولاني ان هي معديه. حلو. السبب الثاني يا ابو محمود وغالبا يعني هو ده اللي حصل مع ابن حضرتك، لانك في اول المكالمه قلت لي ان هو بياكل كتير من بره البيت، تيجي تقول له تعالى ما بياكلش والكلام دوت. السبب ده اللي هو الايه؟ الفاست فود يا ابو محمود. الفاست فود اللي هو الاكل اللي من بره تمام، الاكل السريع، الاكل الجاهز، الاكل اللي كلنا بنستسهله، الاكل اللي كلنا بنحبه، الاكل اللي بيبقى شكله حلو، اللي بيبقى طعمه حلو، اللي احنا فاكرين مش اللي هو بيبقى شكله حلو وطعمه، لا احنا بنبقى فاكرين ان هو طعمه حلو وبنبقى فاكرين ان هم بيضحكوا علينا. الناس دي بتضحك علينا يا ابو محمود، اصحاب المطاعم والناس الكبيره اللي فاتحه مطاعم دي بتضحك علينا بالمنظر، وبيعملوا شو، يحط لك مثلا البرجر ومش عارف ايه والساندوتش عامل ازاي وشكله ازاي، ده هم اصلا كل ده بيبقى شو علشان يشدوا الناس، يلفتوا الناس عشان يجيبوا الناس وتاكل عندهم. اي نعم ماشي، الشكل ده هو حاجه يعني هم بيعملوها عشان نروح ناكل. طب احنا نروح ناكل؟ طب ماشي، سيبنا من الشكل خالص، لان احنا مش ضامنين الاكل ده بيتعمل ازاي، احنا مش ضامنين الاكل دوت بيتقلف انهي زيت، ولا الزيت كان شكله ازاي، الزيت اسود ابيض. ده كان نهايه الفيديو، يا ريت يعني تبصوا وتشوفوا ايه اللي حصل لمحمود وما تعملوش زي ما محمود عمل. هو الراجل كتر خيره ابو محمود كان بيوعي ابنه ويقول له يا حبيبي تعالى كل معانا، هو عمل الراجل اللي عليه يعني، هو ما عملش حاجه غلط بصراحه في الموضوع كله، هو الراجل عمل اللي عليه ووعى، بس العيال للاسف اليومين دول ما بيسمعوش الكلام. فيا ريت ما تعملوش زي محمود وتسمعوا الكلام، اسمعوا كلام اهاليكم، ويا ريت الاهالي لو ما بتوعيش يا ريت نوعي اولادنا يا اخوان. يعني الموضوع يعني يا ريت نخلي المصدر الصحيح يكون هو انتم، يعني بالنسبه لاولادكم المصدر الصحيح لاولادكم يكون انتم، ما يكونش مثلا سوشيال ميديا او ايا كان اي حاجه. وانتظرونا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي عن فوائد الهيلثي فود واضرار الفاست فود. ولو مهتم بالمحتوى الصحي والرياضي ما تترددش ابدا في انك تتابعني، او لو عاوز تعرف اكتر عنهم.